الرئيس السيسي يستقبل بقصر الاتحادية وزير خارجية روسيا. الجيش الوطني الليبي يستعيد سيطرته على بوابة ال27 بالعاصمة طرابلس. وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يواصلون اجتماعاتهم في فرنسا. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بقصر الاتحادية. شرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. يستقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف بالقاهرة، حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية وتطورات قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يتحدث الوزيران إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء اللقاء. تواصلت فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والذي تنظمه وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وناقش المشاركون في جلسة الرؤى المبتكرة عددا من المحاور، ومنها أهمية الابتكار في التدريس وتصميم المناهج والبحوث وتدوير الجامعات وتقديم البرامج الأكاديمية وخلق نموذج تعليمي متميز وشركات بين الجامعات. الحقيقة مؤتمر مهم أوي، أولا لأن هو منتدى عالمي وقصدنا ان احنا نعمله في العاصمه الاداريه الجديده، ودعينا كل الخبراء والمتخصصين على مستوى العالم المعنيين بمجال التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، علشان يبقى في منصه تحتضنها مصر ما تبقاش مره واحده وتنتهي، لا احنا ان شاء الله هيبقى في مؤتمر ده بيتكرر كل سنتين. شهاده عظيمه جدا بالنسبه لنا لكل الحضور على مستوى العالم من 55 دوله زي ما حضرتك شفت النهارده. لو انت شفت المعرض المصاحب لهذا المنتدى، بخلاف النقاشات العلميه القويه جدا في مجالات الثوره الصناعيه الرابعه والذكاء الاصطناعي واستقلال الجامعات والفاليوز، يعني المواضيع التي تم مناقشتها والتنميه المستدامه بالامس والاستثمار في التعليم، يعني مواضيع ثريه جدا على مدار الثلاث ايام. حضور مكثف
يدل الناس مبهورين اللي من دول العالم، لان هم مش متعودين عن ان يكون هناك مؤتمر خاص بالتعليم والتكنولوجيا والابتكار في هذا الكم من الحضور، سواء في المحاضرات العلميه والنقاشات او حتى على مستوى المعرض اللي احنا بنقول معرض فكرته ادرس في مصر. احنا جايبين كل يعني احنا واقفين في جناح التعليم العالي في الجامعات الجديده في الجلاله، في سلمان، في العالمين، المنصوره، الكليات التكنولوجيه الجديده، جامعه زويل، الجامعه المصريه اليابانيه. الدوله عامله مشاريع كبيره جدا في السنوات القليله الماضيه والسنوات القليله القادمه عشان تنتهي من هذه المشاريع. الحقيقه طبعا ده حدث مهم جدا، وحدث يعني نتمنى كنا بنتمناه من زمان على التعليم العالي في وزاره التعليم العالي، لأنه هو بيربط حياتك كل الأفكار المختلفة مع بعضها، بيوصل الباحثين كلهم في الجامعات المصرية وحتى في معهد البحوث مع بعض، وبيوصلهم كمان بفئات المختلفة من المجتمع، لأن احنا بنعمل بحوث علمية كتيرة جدا، إنما للأسف الشديد ما حدش بيشوفها إلا في الجامعات، اللي هم الباحثين أيضا في الجامعات لما بيكونوا بيترقوا بيدوروا على بحث علمي. فلما يكون عندي منصة تربط كل الباحثين بتخصصات المختلفة ليهم، تقدر الناس تشوفها مع بعضيها، تقدر كمان الجهات البحثية والجهات الصناعية تشوف هذه المنصة وتشوف الأبحاث، وتقدر فعلا تستفيد منها. كل حد يقدر يستفيد من بحث معين في تخصصه ويخدمه في صناعته، يقدر بالضبط يستفيد من البحث ده. ده هيعلي من قيمة البحث العلمي، هيعلي من قيمة الباحثين، هيضيف بعد جديد للبحث العلمي اللي كنا بنتمناه، وهو التطبيق في المجالات المختلفة. في مختلف الجنسيات موجودة داخل المنتدى، سواء في المعرض أو في السيشنز اللي موجودة، بارلز موجودة داخل القاعات حاليا، بتكلم على التعليم ومستقبل الجامعات والتميز الموجود داخل الجامعات والبرامج المتميزة وبراءات الاختراع والتقدم التكنولوجي الموجود والفكر الجديد في المجال ده والذكاء الاصطناعي. احنا كلنا بنفكر بآليات مختلفة نواكب التطور ده والثورة الصناعية الرابعة، ويبقى لنا دور موجود داخل هذه المرحلة أو هذه الثورة الصناعية الرابعة، ودور مصر يبقى بارز إن شاء الله. فاحنا لازم نبدأ ولازم نشتغل ولازم نتعاون ولازم نقف كلنا إيد واحدة وفريق عمل واحد للصالح العام. احنا بنعمل شغل كويس، لكن كجامعات مصرية يعني، لكن ما كناش مبينين هذا الشغل للناس بره. فأنت حضرتك لما بتعمل هذا الملتقى وبتجيب الناس يشوفوا قد ايه حصل بروجريس في التعليم العالي في مصر في الفترة الأخيرة، ويقولوا لنا طبعا خبرتهم الطويلة خصوصا في الـ في في الـ في السكوب الجديد بتاع الجامعات ودورها وإلى ذلك، ده بالتأكيد شيء مهم جدا ويحسب لمن فكر ونفذ هذا الملتقى. احنا عندنا يعني في هذا الملتقى ناس very good figures يعني من كل المدارس العلمية في أوروبا وفي أمريكا، أوروبا الشرقية وغربية، يعني ناس عندها خبرات متراكمة وطرق مختلفة في التفكير. فده بالتأكيد دول هينقلوا لنا خبرة كبيرة جدا، وهيشوفوا. انت شايف كل الجامعات المصرية عارضة، سواء كان جامعات خاصة أو جامعات حكومية، عارضة ما عندها من برامج. بنجي بقى كمان مفروض غير الناس دي بيشوفونا، احنا بنبدأ نتحدث معاهم، بنفكر معاهم ازاي نعمل اكستشينج، ازاي نعمل درجات علمية مشتركة، ازاي هم يسمحوا لأولادنا ان هم يسافروا، ازاي الناس من عندهم ييجوا. انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، ويشارك في هذه الدورة أكثر من 15 فرقة مصرية بالإضافة إلى 12 فرقة دولية، ويهدف إلى فتح قنوات للتواصل المعرفي مع كافة دول العالم، وذلك لترسيخ العلاقات ومد جسور التبادل الثقافي. السنة دي الحقيقة اتحقق بشكل كبير جدا، يمكن من خلال برضو الحالة اللي احنا اللي بتعيشها وزارة الثقافة، بان كل هيئاتها ومؤسساتها بتتحد مع بعض. فالنهارده هنلاقي حضور مصري كبير الحقيقة عظيم من فرق اصول الثقافة ومن الفنون الشعبية، ومصر غنية جدا الحقيقة بالموروث بتاعنا، فكان لازم يشارك مع كل المشاركات الأجنبية اللي موجودة. شايفين اهتمام الدولة بالثقافة، شايفين ان وده جزء من الاهتمامات اللي انا والتكلفات اللي انا واخدها، الاهتمام بكل العمل في مجال الثقافة بالنسبة للبحيرة. قريب ان شاء الله سنعلن عن افتتاح قصر ثقافة البحيرة ووادي النطرون، وبنجهز نفسنا لده باحداث كبيرة ان شاء الله. الحاجات دي متكلفة كتير، والدولة ده يعني دعم لينا في هذا الاتجاه.
قال وزير الآثار خالد العناني إن تكلفة تطوير منطقة أبيدوس الأثرية قد بلغت 42 مليون جنيها. جاء ذلك خلال إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أخمين بمحافظة سوهاج، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه بأياد وخبرات مصرية خالصة. وشهد الفعاليات 40 من سفراء الدول العربية والأجنبية للقاهرة. وللمزيد ينضم إلينا مراسل إكس نيوز من سوهاج الزميل أحمد الأفيوني. أهلا بك أحمد وإليك الكلمة. تحياتي لك دنا وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرت أتواجد الآن في محافظة سوهاج، حيث بتشهد المحافظة أو يستكمل اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار جولته في محافظة سوهاج لليوم الثاني على التوالي للإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية هنا في المحافظة. يعني ربما هذه الاكتشافات سوف تعيد وضع سوهاج مرة أخرى على خريطة السياحة العالمية. للمزيد من التفاصيل دنا دعيني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج. دكتور خالد، في البداية برحب بحضرتك، يعني وببارك لك هذه الاكتشافات الأثرية، وهل لك أن تعطيني في البداية عن أهمية هذه الاكتشافات وما يعني ما احتوته هذه الاكتشافات من قيمة أثرية؟ أهم الاكتشافات زيارة 37 سفير وأسرهم من 25 دولة من كل قارات العالم لمحافظة سوهاج على مدار 48 ساعة من الجمعة صباحا وحتى السبت ليلا. تم زيارة خلالها جزء بسيط من أثار سوهاج، لأن احنا أثار سوهاج عشان نزورها كلها ما لحقناش نزور الحواويش ولا السلموني ولا نجع الدير، ومحتاجين أوقات. سوهاج غنية جدا جدا بالأثار، احنا زرنا على مدار أكتر من 10 ساعات امبارح تقريبا منطقة أبيدوس، افتتحنا مركز زوار جديد كان بدأ عام 2008 وكان متوقف من 2011، مشروع تخفيض مياه جوفية لإنقاذ الأوزيريوم من الغرق من المياه على مدار عشرات السنوات، ثم بعد كده كان في كشف أثري لمقبرة أعلنا عنه، ثم بعد كده أزحنا الستار عن تمثال ارتفاعه 12 متر مكسر منذ اكتشافه لأجزاء عشرات القطع، تم تجميعه بأيدي مصرية من العميد مجلس على الآثار. النهاردة زرنا الدير الأحمر، ثم النهاردة بنزور الدير الأبيض، هنروح نزور دلوقتي منطقة معبد أتريبس أو معبد منطقة الشيخ حمد، ثم هنروح نزور متحف سوهاج القومي. للأسف كان نفسنا نقعد يوم ثالث ونزور الأماكن التانية، لكن إن شاء الله يبقى في زيارات تانية، لأن معالي المحافظ بيعمل مشروع هام جدا لتطوير منطقة الحاويش تستقبل الزائرين. المتحف القومي بتاع سوهاج اللي بدأ من سنة 89 ولم يفتتح إلا في 12 أغسطس الماضي لما تفضل فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيارة المعبد وافتتاحه رسميا للجمهور بعد 29 سنة من بداية العمل فيه، كل دي نقاط جذب جديدة. معالي الوزير المحافظ يشرف دلوقتي ان هو ينسق عشان يبقى في مراكب سياحيه تيجي تقف عند سوهاج عشان تبات في سوهاج، وقلت له لو كده هنفتح لك المتحف بالليل، هنحاول ان سوهاج لو بقى فيها زياره اخميم دي الكنز اللي فيها التمثالين، لو اخميم دي بقت فيها حاجات اثريه اكتر هتيجي السائحين هيقيموا في المحافظه، الناس هتبيع منتجاتها، البلد هتشتغل اكتر من كده. سوهاج مش اقل من المحافظات السياحيه الكبرى زي الاقصر واسوان. معالي الوزير، يمكن بالامس اعلنت عن ان شهر ابريل سوف يشهد عدد من الافتتاحات وعدد من الاكتشافات الكثيره في يعني عدد من المدن الزاخره بالسياحه والزاخره بالاثار. زي ما قلت انا كنت قلت فعلا في باريس لما في اكتشافات قريب خلال ال 30 يوم القادمين، انا كنت قلت ثلاث اكتشافات، فكان اولهم هو كشف في منطقة سقارة، احنا اعلنا عنه في الجرائد بس من 4 ايام، لكن هنعمل زيارة خاصة بيه يوم السبت 13 ابريل عشان الناس تشوف المقبرة الرائعة اللي طلعت في منطقة سقارة. ثم الكشف بتاع امبارح اللي هو المقبرة اللي في منطقة ديابات، ثم كشف ان شاء الله في الاقصر، ثم كشف في منطقة اهرامات الجيزة ان شاء الله. كل الاكتشافات دي بتساعد على الترويج لمصر، بتخلي الناس كلها تتكلم على مصر، هيخش على الميديا الاجنبية النهاردة في الجرائد بيتكلموا على سوهاج، وده اللي احنا حريصين عليه، وحريصين ان دايما كل فعالياتنا يكون معانا عدد كبير من السادة السفراء، بالاضافة الى في ان شاء الله في ابريل برضو معارض اثار مؤقتة زي معرض بنعمله عن تونة الجبل، هننقل قطعة اثرية ان شاء الله جميلة من متحف التحرير لمتحف الحضارة. بكرة إن شاء الله في خلال ساعات يعني رايحين متحف مصر الكبير عشان نزرع 100 شجرة مع الشباب ومع الأطفال في المتحف مصر الكبير عشان يشوفوا المشروع الضخم اللي مصر بتقدمه هدية للعالم، اللي كان تباطأ العمل فيه من 2011-2016 بشكل ملحوظ، واللي إن شاء الله دلوقتي يعني بإذن الله في الربع الأخير من 2020 نفتتحه عشان تكون هدية من مصر للعالم بتكلفة مليار دولار.
دكتور خالد العناني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبرحب بالدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج. دكتور احمد، يعني يمكن اطلعنا معالي الوزير على عدد الاكتشافات التي تم اكتشافها هنا اليوم في محافظه سوهاج، يعني كيف يتم استغلال هذه الاكتشافات بالتنسيق مع محافظه سوهاج ووزاره السياحه لاعاده وضع محافظه سوهاج على خريطه السياحه العالميه مره اخرى؟ خلينا نتكلم بصفه دقيقه. احنا كل جهه من الجهاز التنفيذي للدوله ليه دور، وزاره الاثار ليها دور كبير جدا في اكتشاف المواقع الاثريه وترميمها وتجهيزها للزوار مصر. وزاره السياحه ليها دور في الترويج، المحافظه ليها دور في تاهيل هذه المناطق وجعلها اكثر جذبا، وده الخطه المتكامله اللي احنا بنتحرك فيها. يعني احنا دلوقتي في الدير الابيض في اعمال ترميم داخل الدير الابيض، والطرق المؤديه للدير الابيض بيتم تجهيزها علشان تبقى ممهده وطرق امنه لدخول الزوار. نفس الكلام بيتعمل في منطقه الاتريبس اللي هنزورها بعد كده، في تجهيز لمنطقه مقابر الحواويش، مقابر اثريه من الاسر الاولى والثانيه والثالثه. كل دي امور بتجعل ان المحافظ سوهاج اللي فعلا هي ذاخره بتاريخ طويل جدا بادئ من ما قبل التاريخ والاسر الاولى والعهد القبطي والعهد الاسلامي، كل دي اثار لازم المصريين والعالم كله يبقى عارفها علشان نروج لهذه السياحه ونروج لحركه السائحين اللي يوصلوا لهذه المناطق، وتبقى مدينة سوهاج يعني في الوضع الطبيعي المتوافق مع مكوناتها السياحية. دكتور احمد انصاري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. اذا دنا كانت هذه هي تفاصيل زيارة الدكتور خالد العناني وزير الاثار لمحافظة سوهاج وافتتاح عدد من المشروعات الاثرية وايضا الاعلان عن كشوفات اثرية جديدة. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، طيب المشاهدة، وعودة بكم مرة اخرى لزملائي في الاستوديو. اليك دنا مرة اخرى. شكرا جزيلا لك احمد على كل تلك المعلومات والتفاصيل، واكيد جزيل الشكر لدكتور خالد عناني وزير الاثار، واكيد جزيل الشكر ايضا لدكتور احمد محافظ السوهاج. شهدت مدينة الأقصر فعاليات ماراثون الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتهدف المبادرة إلى حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في عدد من الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات. قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن المواجهة الأمنية لا تكفي فقط لمواجهة الإرهاب والتطرف، وشدد علام في لقاء خاص لإكسترا نيوز على ضرورة أن تتزامن المواجهة الفكرية جنبا إلى جنب مع الإجراءات الأمنية، وذلك للقضاء على مصادر التطرف والإرهاب. المنهج إنما كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج هو منهج متوارث لم يأتي فجأة، ولم يكن وليد فكر لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نبتا شيطانيا، وإنما هو فكر متجذر له أصول وله أعماق ترجع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك الصواب، كل الصواب هناك، حيث الدولة، حيث المنهج، حيث الكيان الذي ينبغي أن يحافظ عليه. ماذا عندكم أنتم؟ ثم يبدأ في حوارهم نقطة نقطة. وهذا معناه بأن أيضا في محاربتنا للفكر المتشدد والمتطرف والمغالي الذي وصل إلى حيز حمل السلاح وحيز تقويض أركان الدولة، لابد أن يتخذ هذا المسلك أيضا، يعني لا يعالج بناحية أمنية فقط. انطلق اليوم المؤتمر الإفريقي الأول للحوكمة والتنمية في مدينة شرم الشيخ، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والآلية الإفريقية لمراجعة النظرة. يأتي المؤتمر استكمالا لاجتماعات المنهجية الثالثة للآلية والتي انطلقت منذ عدة أيام، ويناقش موضوعات الحوكمة وإصلاح الخدمات المدنية والعمل الاستراتيجي في تحسين ممارسات الحوكمة. تختتم اليوم بمدينة شرم الشيخ اجتماعات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء لجنتي الشخصيات البارزة والممثلين الشخصيين لرؤساء دول وحكومات الدول أعضاء الآلية. وتأتي استضافة مصر لاجتماعات الآلية في إطار الفعاليات والأنشطة المختلفة والتي تستضيفها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، وتشرف على تنفيذها وزارة الخارجية المصرية بتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية.
38 دولة إفريقية تعمل داخل كيان الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وذلك لإعداد تقارير تعد بمثابة مراقبة ومراجعة ذاتية حول مؤشرات الحوكمة في دولها، وتجتمع سويا لتبادل الخبرات. المزيد في هذا التقرير. منذ العام 2003 وحتى الآن شهدت وكالة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء والتي يطلق عليها APRM تطورا خدم هدفها الرئيسي الحوكمة في القارة الإفريقية. هذا العام تستضيف المدينة المصرية شرم الشيخ لأول مرة اجتماعات المنهجية الثالثة للآلية. هي آلية ذاتية إفريقية لمراجعة القضايا المتعلقة بالحوكمة، وهي قضايا رئيسية في عملية التطور والتحديث والتحول والتنمية في القارة الإفريقية. وهذه الآلية الحقيقة بتنظر إلى عملية الحوكمة عبر موضوعات متعددة، منها الموضوعات السياسية، الحكم الرشيد، والقضايا المتعلقة بالقضايا السياسية، ثم أيضا القضايا الاقتصادية، القضايا الاجتماعية، والقضايا المتعلقة بحوكمة الشركات. نحن في الآلية الأفريقية نقوم بعمل مراجعات دورية، ونستخدم عددا من الأدوات لمراجعة الدول في طريق إداراتها، ونقوم بإصدار التوصيات الخاصة بنا وفقا للتقارير المرسلة. نحن نعمل على الوصول للدول التي لم تحصل على عضوية داخل الآلية الأفريقية. 38 دولة إفريقية تعمل داخل كيان الآلية على إعداد تقارير تعد مراقبة ومراجعة ذاتية حول مؤشرات الحوكمة في دولها، وتجتمع سويا لتبادل الخبرات حول قصص النجاح والعيوب في حكومات بعضها البعض، ومن ثم وضع خطط للتنمية. في هناك أسئلة موجودة على كل محور لابد أن تجيب عليها كل دولة علشان تكتب تقرير كل الناس نقدر نبقى شايفين بعض وبنتقاس على مقياس واحد. كل الأسئلة اللي بتخلي يبقى في رؤية من خلال قراءة هذا التقرير لأي دولة تبص عليها كأنها خدت صورة فوتوغرافية للموقف الحقيقي للدولة فيه. آلية مراجعة النظراء مختصة بأنها إعداد تقارير دورية عن الدول، وبالتالي إحنا كأعضاء لجنة كل منا مختص بعدد معين من الدول. إحنا اللي بنقود عملية إجراء المراجعة الدورية عن الدول الأعضاء في الـ APRM. جلسة عديدة تضمنتها اجتماعات الآلية هذا العام ناقشت فيها موضوعات طارئة كالمؤشرات الرئيسية لقياس الحوكمة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، عمل طويل تأخذه الآلية على عاتقها سعية لاستدامة التنمية في القارة بانضمام باقي الدول الإفريقية إليها. دعا مجلس الأمن إلى التهدئة في ليبيا ووقف كل التحركات العسكرية، وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة والذي ترأس بلاده الدورة الحالية إن المجلس اتفق خلال جلسته المغلقة على ضرورة وقف التصعيد والسماح لدعم خطط المبعوث الأممي غسان سلامة والتي تتضمن إجراء الحوار الوطني، مؤكدا أن حل الصراع لا يمكن أن يكون عسكريا. بحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر التطورات على الساحتين المحلية والدولية بمدينة الرجمة. وأكد غوتيريش في تصريحات عقب اللقاء التزام الأمم المتحدة بتسهيل الحل السياسي في ليبيا ودعم الشعب الليبي، معربا عن أمله في تجنب المواجهة الدموية في العاصمة طرابلس. استعادت قوات الجيش الوطني الليبي سيطرتها على بوابة 27 بطرابلس. يأتي هذا فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن قوات الجيش قد سيطرت بالكامل على مطار طرابلس الدولي. خلال مؤتمر صحفي شدد المسماري على تواصل تقدم الجيش الوطني تجاه العاصمة. قواتنا وصلت غليان، وصلت اليوم، سيطرت على منطقة العزيزية، وتقدمت في هذه الخطوط الثلاثة اليوم
باتجاه العاصمة طرابلس بعد أن قدمت يوم الأمس عدد 2 شهداء واليوم قدمت تقريبا 3 شهداء حتى الساعة، والحمد لله كان التقدم ناجح جدا، وذلك نظرا للكفاءة العالية للمقاتلين، التجانس في الوحدات العسكرية، الخطة جيدة، القيادة الحكيمة سواء الميدانية سواء القيادة العامة في هذه العمليات. إذن الآن احنا انهينا المهمة العزيزية، الآن تحت السيطرة تماما، تم تأمينها. طريق العزيزية تحت قادم الجبل التي تنقل تصل إلى الزنتان وتصل إلى الجبل بالكامل الآن تحت السيطرة من خلال المنفذ الوحيد لها من العزيزية. كذلك منطقة الهيرة بالكامل الآن منطقة مؤمنة، منطقة ترهونة إلى قصر بن غشير إلى كوبري مطار طرابلس بالكامل مؤمنة تأمين كامل، مطار طرابلس الدولي الآن تحت السيطرة بالكامل. كذلك وحداتنا بدأت تنتقل إلى المحور الساحلي وهو المحور الضارب بإذن الله تعالى باتجاه طرابلس من الشرق. هذه هي الصورة العامة للوحدات المسلحة في العمليات الأخيرة. جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري الإشارة إلى توجيهات المشير خليفة حفتر إلى القوات باحترام حقوق الإنسان ومراعاة حياة المدنيين، وذلك أثناء العملية العسكرية والتي انطلقت لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية. سيد القائد العام يبلغ كل الوحدات بتقديره لهذا المجهود وبحقيقة الإعجاب بهذا العمل وهذه الوطنية وهذا الأداء الراقي وهذه الكفاءة العالية، كما ينصح كل العسكريين المشاركين في عملية طوفان الكرامة باحترام حقوق الإنسان ومراعاة العائلات، مراعاة أملاك الناس، مراعاة إنقاذ المدنيين وإخراجهم من مناطق القتال بقدر الإمكان. العمل الإنساني دائما أولا، العمل الإنساني قبل العمل القتالي مع الأهالي، العمل الإنساني قبل العمل القتالي دائما مع السكان المحليين، وبالتالي هذه التوصيات بالكامل بإذن الله سيعمل بها، وكل قواتنا تعرف ذلك جيدا، لأن هذا هو ديدان القوات المسلحة والقيادة العامة في كل معركة تذكر بهذه الأشياء الإنسانية الهامة. أبلغت السعودية مجلس الأمن الدولي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت طائرتين بدون طيار كانتا متجهتين نحو أهداف مدنية. وأكدت السعودية في رسالتها إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تمثل محاولة لاستفزاز قوات التحالف للقيام بعملية عسكرية في محافظة الحديدة، وشددت على التزامها بدعم الجهود السياسية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بنجاح. أعلنت الأمم المتحدة أن شهر مارس الماضي شهد تضاعف عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن مسجلا إصابة 76 ألف شخص، وذلك مقابل إصابة 32 ألفا في فبراير. وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه منذ عام 2016 حصد الوباء أرواحا أكثر من 3000 شخص وأصيب ما يزيد عن 1,400,000 آخرين. وأضاف التقرير أن الممرات والأسرة في المستشفى الجمهوري بتعز تكتظ بالمرضى. أعلنت الأجهزة الأمنية في العراق مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بمحافظة الأنبار في غرب البلاد. وقال قائد شرطة الأنبار إن ما يسمى بالنقل العام لمعسكرات داعش الملقب بهباد أبو عائشة قتل بعد اشتباك في صحراء قرب بحيرة الرزازة جنوبية محافظة الأنبار. أجرى رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي مباحثات رسمية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران، ووصل عبد المهدي إلى طهران على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس روحاني. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لعبد المهدي إلى طهران منذ توليه منصب رئاسة الوزراء.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن حصيلة ضحايا الفيضانات والتي غمرت مناطق واسعة من إيران في الأسبوعين الماضيين ارتفعت إلى 70 قتيلا ومئة الجرحى. وأوضح مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية إن أكثر المناطق تضررا هي محافظة فارس الواقعة في جنوب غرب البلاد، والتي بلغ عدد القتلى فيها 23 شخصا. على صعيد متصل، أغلق العراق منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام المسافرين والتجارة بسبب الفيضانات. أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من اليوم السبت، وذلك عقب اجتماعات مجلس الأمن القومي التونسي بحضور الرئيس الباجي قايد السبسي. وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان إن المجلس استعرض كذلك تطورات الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اقتصاد بلاده يملك العديد من الفرص الواعدة، معربا عن تطلعه لتحقيق النمو والذي يولد فرصا كبيرة. جاء ذلك في كلمة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بافتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار بناء نظم جديدة للتعاون. ويناقش المنتدى المعايير الجديدة للتعليم العام والتوزيع الاقتصادي الجغرافي للبنوك في المنطقة، ومنصات جديدة للرعاية الصحية والاستثمار في الموارد البشرية وإدارة المخاطر السبرانية. My friends, the challenges our countries face today are not just problems to solve. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر في البحر الميت إن الأمم المتحدة تسعى لحل عقدة عدم الاستقرار في المنطقة. كذلك دعا إلى ضرورة مواجهة التطرف وجميع أشكال العنف وخطاب الكراهية. أعلن رئيس ولاية أنقرة التركية فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافش برئاسة بلدية العاصمة، وذلك بفارق يتخطى 124 ألف صوتا عن منافسه مرشح العدالة والتنمية الحاكم. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الولاية المنتمي أيضا لحزب الشعب الجمهوري بعد إعادة فرز الأصوات في 11 دائرة انتخابية بالعاصمة، وكان الحزب الحاكم قد طعن في نتائجها من قبل. يواصل وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اجتماعاتهم لليوم الثاني في فرنسا، وذلك لمناقشة التحديات الأمنية في العالم. ويناقش وزراء دول المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة قضايا مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين في منطقة الساحل في أفريقيا، كما يناقشون سبل محاربة الجرائم الإلكترونية. أعلنت مصادر في الحكومة اليابانية أن طوكيو تدرس إبرام اتفاق مع بريطانيا، وذلك لدخول القوات الزائرة لتجديد التعاون الدفاعي بين البلدين. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الاتفاق سوف يحدد الوضع القانوني لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش البريطاني عند زيارة كل منهما للآخر، وذلك لإجراء تدريبات مشتركة ونشر القوات في حال مواجهة الكوارث الطبيعية.
أعرب وزير الخزانة البريطاني عن تفاؤله بمحاولات التوصل إلى شكل ما من الاتفاق في المحادثات ما بين الحكومة والمعارضة، وذلك في محاولة لكسر الجمود في أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تخيم على مجلس العموم. وكان البرلمان البريطاني قد رفض 3 مرات خطة الانسحاب والتي تبنتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي، والتي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي على مدار أكثر من عامين من المفاوضات. عززت الشرطة البريطانية من تواجدها أمام سفارة الإكوادور في لندن بعد أنباء عن احتمالية طرد مؤسس موقع ويكليكس جوليان من المبنى. كان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قد صرح أن أسانج حر وبإمكانه مغادرة السفارة في أي وقت. حذر رئيس الوزراء الكندي من خطر تدخل روسي في الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقب إجراؤها في الخريف المقبل، وقال إن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في تدخل أو في تورط قوى أجنبية في عمليات ديمقراطية، متهما دولا مثل روسيا بالوقوف وراء الكثير من الحملات والتي تثير الانقسام. أعلنت شركة بوينغ أنها ستخفض معدل إنتاج طائراتها من طراز 737 إلى 42 طائرة في الشهر، وذلك بدلا من 52. وذكرت الشركة في بيان لها أن التحقيقات التي أجرتها أكدت أن سبب سقوط طائرتي الخطوط الإندونيسية والإثيوبية هو خلل في البرمجة، وذلك يؤدي إلى التوقف المفاجئ للمحركات، مشيرة إلى أنها تواصل العمل على تحديث هذه البرمجة لمنع تكرار الحادث. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بغلق الحدود مع المكسيك إذا لم تلتزم بمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال ترامب خلال جولته جنوبية ولاية كاليفورنيا أنه سيفرض زيادة في الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك كخطوة أولية قبل اتخاذ قرار بإغلاق الحدود الجنوبية. رفعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دعوى قضائية ضد خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بشأن الأموال المخصصة لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع تدفق الهجرة. وطالبت نانسي بيلوسي القضاء الفيدراليين بتدخل وأن يكون الحكم فيما بين الطرفين بشأن ما أعلنه ترامب من تخصيص 2.5 مليار دولار من صندوق منع المخدرات بوزارة الدفاع الأمريكية و3.6 مليار دولار. ذكر ترامب أنه قد يخصصها بعد إعلان حالة الطوارئ لهذا الغرض، مشيرة إلى أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية يعد استهانة صادمة بالقواعد المستقرة والتي تحمي للكونغرس صلاحياته الأصلية بشأن المخصصات الفيدرالية. أعلن البيت الأبيض أن المحادثات التجارية مع مسؤولين صينيين بواشنطن حققت تقدما في العديد من القضايا الرئيسية، ولكن ما زال هناك قدر كبير من العمل يتعين القيام به. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين سيظلون على اتصال مستمر لحل القضايا المعلقة في المحادثات التجارية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة خلال 4 أسابيع.
أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية أن سفينة خفر سواحل أمريكية دخلت لأول مرة إلى مدينة بوسان الساحلية بجنوب كوريا الجنوبية، وذلك لاستكمال الإمدادات العسكرية. وقال مسؤول بالبحرية إنه لا توجد خطة لتدريبات مشتركة بعد وصول السفينة إلى بوسان، مشيرا إلى أن طاقم السفينة سيقوم بأنشطة من ضمنها تجديد الإمدادات العسكرية وزيارة المواقع الثقافية والأنشطة الرياضية الودية. تبادل المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان مع مسؤولي باكستان وجهات النظر حول خطط إجراء محادثة تضم جميع الفصائل الأفغانية، وذلك خلال زيارته الراهنة إلى إسلام أباد. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن الولايات المتحدة ترغب في جمع كل الفصائل الأفغانية بما في ذلك الحكومة ومختلف شرائح المجتمع، معربا عن تفاؤله بشأن عملية السلام في أفغانستان. ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مدينة جلال أباد عاصمة إقليم ننجهار شرق أفغانستان إلى قتيلين وعشرين مصابا. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الانفجار وقع في أحد أحياء الإقليم الشرقي، موضحا أنه تم انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق أثناء عبور إحدى عربات القوات الحدودية بالمنطقة. لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت قرى في شمال شرق البرازيل. وقال مسؤولو الدفاع المدني إن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في تشريد 3600 شخص، كما ألحقت أضرارا جثيمة بالمنازل في العديد من الأحياء. توجه الآلاف من الناخبين في المالديف إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، ويسعى الحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم إلى الحصول على 44 مقعدا على الأقل من أصل 87 مقعدا بالبرلمان، وذلك بهدف ضمان حكومة الأغلبية من أجل تمرير تشريعات كانت ضمن الإجراءات والتي وعد بتنفيذها أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الحالي إبراهيم محمد صلح. نفى رئيس حزب المستقبل إلى الأمام في تايلاند اتهامات بالتحريض أقامها ضده المجلس العسكري الحاكم، وأعرب عن قلقه من محاكمته أمام محكمة عسكرية. وتم استدعاء رئيس الحزب المتهم إلى مركز الشرطة في بانكوك، وذلك للتحقيق معه في اتهامات بالتحريض. คดีนี้ไม่ได้ขึ้นศาลพลเรือนนะครับคดีนี้จะต้องขึ้นศาลทหาร
يلتقي الأهلي اليوم فريق سان داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على استاد لوكاس موريبي في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة. وكان الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط. أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حلمي طولان قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بتروجيت غدا على ملعب استاد السويس في إطار منافسات الأسبوع 28، وذلك لمسابقة الدوري الممتاز. كما يلعب غدا الداخلي أمام إنبي وحرس الحدود أمام سموحة. وضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تقام اليوم 3 مباريات أخرى نتابع. يواجه الزمالك غدا مضيفه حسنية أغادير المغربي في ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية، على أن تقوم مباراة العودة في 14 من إبريل الجاري بالقاهرة. أيضا يلعب غدا في الدور ذاته الصفاقسي التونسي أمام نكان الزمبي، والنجم الساحلي التونسي أمام الهلال السوداني. قاد النجم محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي ليتصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع 33 من الدوري. وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة متصدرا البطولة، وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز 16. يسود البلاد اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد.
ختام هذه النشرة، والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يستقبل بقصر الاتحادية وزير خارجية روسيا. الجيش الوطني الليبي يستعيد سيطرته على بوابة 27 بالعاصمة طرابلس. وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يواصلون اجتماعاتهم في فرنسا. انتهت النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.